أكيد كلنا بنعرف إنه مشاكل البصر تبدأ بمنتصف العمر وبتتقدم مع التقدم، يعني بتتفاقم. ولكن اليوم بفقرتنا الطبية رح نتعرف على مشكلة صحية بتبدأ حالاتها بمرحلة المراهقة وبتتفاقم وببطء وبتظل مستمرة حتى سن منتصف الثلاثينات، أو يمكن تظل مستمرة معنا. وهي المشكلة هي القرنية المخروطية، رح نتعرف عليها اليوم. أكيد يا عفاف، مثل ما بيقولوا يحدث حالة فيها ترقق لقرنية العين حتى تصبح بشكل مخروطي بدلا من القبة، ما يؤدي إلى تشوه بشكل القرنية. بالعموم لحتى نتعرف أكثر على أسباب هي الظاهرة، ليش بتصير بالعين، شو أسبابها وكيفية علاجها، وكثير من الأسئلة والاستفسارات يلي رح نعرفها اليوم عن صحة عيوننا، وكل هاي التفاصيل مع دكتورنا يلي صار بالاستوديو الدكتور أنس أجرد، وهو اختصاصي بأمراض العين وجراحتها. صباح الخير دكتور، رمضان كريم. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم، كل عام بخير. صباح الخير دكتور. صباح رمضان النور. كريم، حاولنا هيك بالمقدمة نعطي فكرة بسيطة عن القرنية المخروطية، ولكن أكيد بدنا نتعرف عليها من حضرتك أكثر من المنحى العلمي، وليش أكثر شيء بتظهر عند المراهقين؟ هلا هي القرنية المخروطية مثل ما حكيتي حضرتك مرض بيبدأ بيظهر عند الشباب أو حتى أحيانا قبل يظهر عند سن ال 15 ممكن يبدأ يظهر. طبعا هذا مو شيء مطلق، أحيانا أبكر أحيانا أكثر، بس هذا غالبا هو مرض بصيب القرنية اللي مثل ما كمان تفضلتي حضرتك أنه هي لازم يكون بشكل دائري أو قبة تتحول لشكل مخروط. هذا المخروط هو عبارة عن تفكك شوي بتركيب القرنية أو سهولة فيها، تليم فيها، بيؤديها بدل ما تكون بشكل قبة بتصير بشكل مخروط، بيؤدي إلى الانحرافات القرنية أنه تختلف تتوزع بشكل كبير، يعني بتزيد تحدباتها وبصير في عنا ترقق بالقرنية. طبعا هذا هو شيء طبيعي لأنه لما بيكون عنا قبة تتحول المخروط في عنا نسيج كبير بده يتغير، هذا النسيج بده يكون حساب سماكة القرنية وحساب تحدباتها. المشكلة فيها أنه لما بصير هالتحدبات الكبيرة ما بيعود الإنسان يقدر يشوف بشكل صح، وأهم أعراضها أنه حتى بالنظارة بتلاقي المريض ما عم يتصلح، يعني المريض العادي اللي عنده نقص أو مد أو شيء بتعطيه نظارة بصير يشوف كويس، بينما القرنية المخروطية حتى بالنظارة بيكون في صعوبة كتير. هي أكثر شغلة بتأثر على المريض. طيب دكتور، خلينا نحكي اليوم عن الأسباب اللي بتأدي لظهور هاي المشكلة. كتير أشخاص بيقولوا إنه شو السبب الرئيسي، وخصوصا مثل ما حضرتك قلت إنه هي بتنشأ عند الشباب أو فترة المراهقة، فشو السبب الرئيسي لها؟ هلا سبب رئيسي ما في، هو بشكل عام يمكن يكون طبيعة جسم، طبيعة وراثة، أو هي الوراثة طبيعة جسم. كتير أحيانا ممكن المرض الربد الربيعي له دور بهالموضوع، أنه بتزيد بتزيد لأنه بصير بيتعرض قرنية العين لاحتكاك مع الجفن، وبصير الإنسان يحك القرنية بشكل كبير، ممكن هذا يساعد. بس هو بشكل عام مرض بيعتمد على طبيعة الجسم، على الوراثة، الوراثة كتير لها دور بهالموضوع. غالبا نحن لما بنلاقي حدا عنده قرنية مخروطية بنفحص بالعائلة بيكون كمان في حدا موجود عنده إذا دورنا مظبوط. الشيء المهم إنه مرضى القرنية المخروطية ممكن ما يعرفوا، يعني هن بيكونوا ساتون صغار وما بيعرف انه عنده، هو معتبر انه هذا النظر كويس، ممكن ما يعرف، لذلك احيانا بيجونا بمرحله متقدمه. هي الاعراض هي ضعف النظر، بتجي بشكل تدريجي خاصه اذا كان العمر صغير، بيلاحظ المريض انه هو يعني عنده شيء طبيعي. امتى صرنا نكتشف هالحالات بشكل كبير؟ لما صار عندنا شيء اسمه تصحيح النظر، هي اكثر من 20 سنه صارت الناس تجي تعمل تصحيح نظر. لما يعملوا تصحيح نظر بدهم يعملوا فحص خاصه في صوره خاصه هي طبوغرافيا للقرنيه، لما بنعملها صار نكشف انه في قرنيه مخروطيه. لذلك اول من زمان كان هذا المرض تحسي انه هو قليل، طبعا هو ما كان قليل، هو كان غير مكتشف. بينما هلا لما صار في تصحيح نظر تيجي العالم انا عندي درجات او ما عم شوف منيح بدي صحح النظر، بفحص بلاقي حالي عندي قرنيه مخروطيه.
بتبلش يعني الاعراض طبعا. طيب دكتور معقول ما في اي مؤشر حتى ولو كان بسيط يدلني او يخبرني انه انا عندي قرنيه مخروطيه او في مشكله من هي الناحيه قبل ما اوصل لمرحله متقدمه من المشكلة؟ لا لا في مؤشر اكيد، انا ما قلت ما في مؤشر، انا قلت الناس ما كانت تنتبه له. شو مؤشرات طيب؟ المؤشر هو اهم شيء هبوط النظر، نظر ما بيعود الإنسان يشوف بشكل واضح. المؤشر الثاني هي إذا كان الواحد عم يفحص عادي، يعني أحيانا في ناس بتروح عند محل البصريات تفحص حتى بالنظارة ما بيتحسن، هذا مؤشر كتير مهم. هلأ إنه ضعف النظر بصير عند كتير عالم، ممكن يكون عنده نقص انحراف أما ما بيتصحح معه، غالبا بيكون قرنية مخروطية. بقى السبب الأساسي الأعراض، العرض الأساسي هو ضعف النظر. كثير من العالم تنتبه له وكثير من العالم ما بتنتبه له. العالم اللي بيحتاج نظر خاصة بمهنتها بهيك بتلاقي انتبهت واجت فحصت، في عالم ما بتنتبه. ما في أي ألم؟ أي ألم؟ ما في، هي المشكلة، ما في ألم، ما في وجع، ما في احمرار، ما في شيء، يعني العين أنت طبيعية عندك. المهم كمان فيها إنه هي يعني حالات أو مراحل، فإذا اكتشفها بالمراحل الأولى علاجها كتير بيختلف عن المراحل المتقدمة. لذلك احنا كتير نهتم ونقول للمرضى إنه عطول يفحصوا، أي أهل لازم يفحصوا الأولاد حتى لو ما كان عنده شيء، يعمل له فحص، هي صورة خاصة بعمر المراهقة ببين شو وضع الابن. هلأ إذا لاحظنا أنه في قرنية مخروطية بدايتها أكيد علاجها كتير أسهل وكتير أرياح ما يكون بشكل متقدم. طيب دكتور مثل ما حضرتك قلت عطيتنا شوية مؤشرات واضحة، أولا لازم يكون في حدا بالعائلة لحتى هو هذا مؤهب أكثر لحتى ينصاب، أو بيعاني من أحد الأمراض مثلا الرمد أو الحساسية اللي بيفركوا عيونهم كتير، هدول كمان بيأهبوا أنه تنصاب قرنية العين بالقرنية المخروطية. شو خليني أقول الطرق للوقاية، هل أنا بقدر أوقي أو لا؟ هو أمر محتم إذا أنا كان عندي حدا بالعائلة عنده هذا المرض أو أنا بعاني من أمراض مؤهبة معناته حكما بده يصير عندي قرنية مخروطية. هلا وقاية ما في، ما في وقاية، ما في وقاية، بس مو ضروري انه اللي في حدا بالعائله لازم يكونوا الباقي عندهم. يعني الوراثه ممكن تلعب دور بس مو دائما، حتى الرمد الربيعي مو عند كل العالم، فهون ما فينا نعمل شيء. اللي احنا بيختلف القرنيه المخروطيه عن باقي الامراض انه انت تبدا بالعلاج بالفتره المناسبه، هي لازم نحكي عنها ضروري قبل ما تتقدم. طيب شو هي طرق العلاج دكتور؟ ممكن هي هذا العلاج ممكن ما يفيد ونضطر لحتى نعمل عمل جراحي؟ هلا بالضبط من زمان كان القرنية المخروطية علاجها فقط هو زرع القرنية طبعا المتقدمة. هلا انا بحكي شوي عن كيف مراحلها، هي بتبدا من مراحل اذا كان اكتشفناها في بدايتها بتكون علاجها جدا سهل، ممكن عن طريق عدسات صلبة انه يشوف الانسان بشكل كتير واضح. هلأ العدسات الصلبة هي خيار جدا مناسب إذا الإنسان قدر يتحمله، بيلبسه وبيشوف كتير منيح. بس لما بيكون العمر صغير القرنية المخروطية بترتبط مع نمو الجسم، في عنا احتمال أنه تزيد. لذلك هلأ في عنا شيء اسمه تصليب، تصليب القرنية يعني تثبيتها. ما هي القرنية المخروطية؟ هي عبارة عن تليم في القرنية، نعمل له تصليب يقوم بيتثبت الوضع. هذا كتير مهم إذا اكتشفنا المرض بأوله، ما فينا نعمله هذا الخيار إذا كان المرض متقدم. إذا كان بأوله بنكشفه بنثبته على الموضوع، وقتها ممكن نعطيه نظارة أو نعطيه عدسات صلبة. هلا إذا كان الوضع متقدم أكثر شوي وصار إنه النظر هبط وما عاد فينا نصلحه صح وما عم يقدر المريض يلبس نظارات، صار في خيارات منها زرع الحلقات، ممكن نعمل زرع حلقات، وهذا خيار جدا كويس إذا عرف الطبيب شخصه صح، لأنه بيعطي تجانس بتحدبات القرنية لحتى يقدر المريض يشوف أحسن. والخيار الثالث هو زرع القرنية. نحن على طول ما بنحب نوصل لهذا الخيار، لهذا الخيار، ولكن فإذا إجا متطور الوضع إمتى هذا الخيار؟ لما بيكون في تغيرات خلص على بنية القرنية بشكل واضح، يعني ما عاد فينا نعمل شيء، صار في ترقق عالي في سماكة معينة. يعني هلأ نحن السماكة من صارت تحت 400 ميكرون
صارت في شوي خطورة على القرنية، لذلك لازم نغيرها. بس الشيء هلأ الحديث والكويس أنه حتى زرع القرنية صار له عدة خيارات. كنا نزرع القرنية نشيل القرنية بشكل كامل هي وخلاياها، هلأ صرنا نخلي الخلايا. هذا الموضوع ليش مهم؟ لأنه بحالة الرفض القرنية اللي احنا بنخاف منها انه هي لما بتزرعيها هي عضو غريبة او بصير رفض، فلما بتخلي الخلايا تبع القرنية ممكن يكون احتمال الرفض كتير قليل. صار هذا اسمه زرع قرنية سفيحي. حتى زرع القرنية اذا اكتشفنا الحالة مبكرة ممكن بيكون له نتائج، الخيار يكون احسن. لذلك هلا مثل ما عم بقول الخيارات هلا بتكون هي بتبدا من النظارة للعدسات للتصليب لزرع الحلقات لزرع القرنية. أكيد نتمنى نكون عطينا كل المعلومات المهمة بهذا الموضوع، وإن شاء الله يا رب الصحة والسلامة للجميع. شكرا لك دكتور لوجودك معنا. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير. شكرا لك دكتور وعلى النصائح المهمة يلي قدمت لنا إياها. كنت معنا دكتور أنس الجردي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك.